السلام عليكم. في مدينة الكاف التونسية، المدينة الجميلة، حصلت قصة عام 2017 لفتاة عمرها 8 سنوات، اسمها غزالة. غزالة بنت في قمة الذكاء واللطافة والأدب. البنت تم تكريمها في أحد المرات إنها من حفظة القرآن الكريم، والكل يحبها لأخلاقها في البناية اللي ساكنة فيها، وكذلك في الحارة اللي هم فيها. مالكم بالطويلة، يوم الأيام غزالة راحت للمدرسة ومتعودة، يعني لأن المدرسة قريبة من البيت، خطوات قليلة، يعني تطلع من البيت تتجه على طول للمدرسة، وبعد المدرسة ترجع للبيت، ما تروح يمين ولا يسار. ذاك اليوم راحت للمدرسة ولا رجعت، كل الطلبة طلعوا إلا غزالة. أبوها أول ما حس إنها تأخرت على طول طار للمدرسة وبدأ يبحث داخل الفصول والحارس والإدارة، قلب الدنيا، قالوا له يا ابن الحلال البنت كانت مداومة وطلعت حالة حال الطالبات، وين راحت احنا ما ندري، مو مسؤوليتنا، طلعت برا المدرسة في نهاية اليوم الدراسي واحنا متأكدين، لأن تعرفوا ان الصفوف اكيد فيها، يعني الفصول الدراسية او داخل المدرسة في كشوف حضور وغياب، يعرفون اذا طالب كان موجود لاخر حصة ولا لا. المهم بدأ يدور مسكين في الشارع، رايح راجع على البقالات على السوبر ماركت، ما خلى احد، بدأ يضرب باب الجيران، راح إلى فتاة اسمها شمس عمرها 13 سنة، وهذه جارتهم، وكانت دائما غزالة تجلس عندها بالساعات لأن جنب الشقة، وهذه شمس عايشة مع أختها اللي أصغر منها مع أبوهم اللي مطلق أمهم وعايشة عند أمها، تجي كل يوم الثاني فقط تشيك على بناتها إذا يحتاجون شيء ولا لا وتمشي. المهم راح حق البنت شمس، ضرب الباب، طلعت شمس، يا شمس الله يخليك غزالة عندك؟ قالت لا والله يا عمو مو عندي. قال لها ما شفتيها في المدرسة؟ قالت نعم شفتها في المدرسة، لكن من بعد ما طلع المدرسة ما شفتها. قال لها زين الله يخليك يا بنتي، روحي لي حق البنات اللي بعمركم وصديقاتكم، اسألي عن غزالة يمكن موجودة عندهم، وأنا جالس أبحث وكذا. قالت حاضر يا عمي. وهذه الشمس كذلك تحب صديقتها غزالة، فعلا ما خلت شقة في العمارة إلا ضربت عليهم الباب ودخلت تدور على صديقتها غزالة، ماكو فايدة. اطلعت في الحارة وتسأل، عندهم صديقات بنفس العمر يعني، فحاولت تسأل إذا موجودة غزالة عند أحد كذا، مع الأسرة اللي صارت تبحث وشاركوا أهل الحارة في الموضوع، وبلغوا رجال الأمن بعد ما خيم عليهم الليل، ومرت الساعات على اختفاء غزالة. وين راحت غزالة؟ ما حد يدري. الأم تبكي والأب يبكي وحزين، شمس صديقتها تبكي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وين راحت البنت عمرها 8 سنوات؟ وين تختفي؟ طلعت من المدرسة يعني وين ممكن تكون؟ يدورون 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 دائما دائما. أكررها أكثر من مرة، إذا فقدت ولد ولا بنت صغار في العمر دور حواليك، لا تبتعد، حواليك الأقرب فالأقرب، يعني الأقرب فالأقرب، لا تروح بعيد وتشتت عمرك واستغل الوقت عشان ما يمر عليك الساعات. الحين البيت قلبوه فوق حدر، ما في شمس، تدور ودخلت كل الشقق ما في، الأم راحت عند جاراتها ما في، الأب ما خلى مستشفى، ما خلى مركز أمن، ما خلى مكان إلا دور، يمكن عاثرين على جثة مجهولة ولا شيء، لا سمح الله، ما في غزالة، وين؟ ما حد يدري. بالمصادفة جاية أم البنت شمس، جارة غزالة وصديقتها، جاية تشوف بناتها شمس واللي أصغر منها.
لما دخلت بيتها ما لقيت شمس، شمس برا تدور، وجالسة في بيت جارتهم تدور عليها ومشاركة في عملية البحث. فالأم جت تسأل بنتها الصغيرة وين أختك شمس، قالت والله عند الجيران يدورون على بنتهم وكذا. المهم جت إلى الغرفة الثانية في أحد الغرف من الشقة مقفولة، استغربت قالت وين أبوك؟ قالت أبوي يجي بعد شوي يعني بالليل آخر الليل يعني دائما يتأخر عليهم. إذا من اللي قافل الغرفة هذه؟ خافت، قالت دوري على أختك شمس. راحت تدور على شمس مو لقيتها، يعني الشمس قاعدة تبحث تدور من مكان لمكان والأم خافت، قالت يمكن شمس قافل على نفس هالباب، أخاف فيها شيء وهذه مو منتبه أن أختها أصلا ما هي برا داخل البيت. تضرب الباب، يا شمس افتح الباب يا شمس، وتقوم وتكسر الباب. أول ما كسرت الباب وتشوف ذاك المنظر اللي يهول، ولا هذه جثة البنت غزالة على السرير، نايمة على السرير. شافتها في البداية اعتقدت أنها يعني ممكن تكون بنتها، لما اقتربت منها اكتشفت أن البنت متوفية. بدت تصرخ وكذا، تعرف أن هذه صديقة بنتها شمس. طلعت عند الباب وقعدت تصارخ على الجيران، يا أم فلانة يا أم فلانة، تنادي أم غزالة، وتطلع هذيك مسكينة منتظرة خبر. قالت لا تعالي بنتك عندي في البيت. شلون؟ هذه ما تدري أن الناس قالبين الدنيا من الصبح يدورون. أو تدخل البيت ولا هذه بنتها غزالة متوفية على سرير صديقتها شمس. أو تبكي وتنهار وحالة حالة، وبلغوا رجال الأمن وجوا رفعوا الجثة وألقوا القبض على أم شمس، وأخذوا معاها شمس وبنتها الصغيرة، لأن ما في أحد أصلا ساكن في هالبيت إلا الأب، والأب إلى الآن ما رجع من دوامه من شغله. يسألون أم شمس أنت وين كنت؟ قالت أنا أصلا منفصلة عن زوج، وأنا ساكنة في بيت أمي وجاية بس أشوف بناتي، البيت مو ساكن فيه إلا طليقي وشغله يجي متأخر دايما، وبنتي شمس واللي أصغر من أسأله. شمس، شمس غزالة صديقتك؟ سكتت، قالت إيه صديقتي وكذا. من اللي قتلها؟ أخذوا عندكم الصدمة، اللي قتلها صديقتها شمس. لكن شلون؟ قالت كنت أنا وياها في المدرسة، لما طلعنا قلت لها تعالي قعدي عندي في البيت، وكانت متعودة تجلس عندي شوي وترجع لبيتهم. فلما جلست عندي دخلنا إلى غرفة النوم وعلى السرير كنا نلعب، فاقترحت عليها أن نلعب لعبة منع التنفس. هذه اللعبة على فكرة انتشرت في عام 2000 وشوي، 2001 و2 و3 و4، سببت أزمة في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض الدول اللي راحوا فيها ضحايا كثير من الأولاد والبنات. طريقة اللعبة أن كل واحدة فيهم تخنق الثانية إلى أن يعني تحس أن البنت خلاص اختنقت وصار الوجه أحمر وكذا، تفك إيدينها، فهذيك تعيش تجربة قطع التنفس أنها كأنها تبي تموت، تقوم إيه تسوي نفس الحركة لصديقتها، وكذي مبسوطين على اللعبة. شايفينها في بعض الألعاب والجيمز اللي طلعت في ذاك الوقت، ومنها الفيل الأزرق، ما أدري الحمار الأزرق، المهم ومن النوع هذا اللي يخلي اللعبة هذه تستهوي صغار السن، هذول الصغار. فشمس قالت لغزالة أنت في البداية أخنقيني، أخنقتها وهذيك يعني بنت كيوت وصغيرونة وكذا، وهذه شمس الله ما أعطيها جسم فيه ضخامة، والبنت عمرها 13 سنة. لما جاء دور شمس أنها هي اللي تخنق غزالة، أخنقتها والبنت فارقت الحياة. اقتنعوا رجال الأمن يعني أن فعلا لما سألوا
ولا شمس هذه صديقة غزالة الروح بالروح من زمان سنوات وهم مع بعض وحيل يحبون بعض وأبدا ما كان بينهم أي خلاف وبالعكس وأهل غزالة يحبونها يحبون شمس وشمس دائما تجلس عندهم وكذلك غزالة تجلس في بيت يعني الوضع كان جدا حميم بينهم. لكن لما جاهم التقرير الطبي الشرعي وأذهلهم ببعض التفاصيل الخطيرة اللي اعثروا عليها في جثة غزالة، قالوا البنت صحيح ان تم قتلها عن طريق منع التنفس، لكن يوجد هناك أداة تم استخدامها بلفها حول الرقبة وخنقها غير اليد، يعني في حبل في سلك في شيء تم استخدامه لربط عنق الفتاة غزالة. شنو؟ قال لا، كذلك في كدمات على الأنف وعلى الوجه بالكامل، كدمات يعني الظاهر كانت أثناء عملية خنق الفتاة. قالوا لا مستحيل، إذا كانت هذه شمس يعني قتلت غزالة عن طريق الخطأ من خلال لعبة منع التنفس، إذن السلك أو الأداة اللي تم استخدام في خنق غزالة من وين جت ومن اللي تسبب في الكدمات في وجه غزالة؟ أمسكوا شمس مرة ثانية، قالوا لها أنت ضربتيها؟ البنت سكتت. خنقتيها بحبل بسلك بكذا؟ سكتت. تكلمي وتبطل جربة، ويا ريتها ما بطت الجربة. قالت كلام مرعب، قالت أنا بنت محرومة من الأمومة، أمي تاركتنا ورايحة ساكنة في بيت جدتي، وأبوي دائما يعمل ويأتي يعني متأخر في الليل، وما قاعد أعيش الجو الأسري العائلي اللي تعيشه غزالة، وأنا كنت أغار جدا من غزالة. غزالة بنت متفوقة وشاطرة والكل يحبها، والبنت جميلة عيونها زرق وشعرها أصفر وكيوت، وأنا بنت ضخمة بشعة يعني شعري مو حلو مثل شعرها، عيوني مو حلوة مثل. قالوا لها زين؟ قالت احنا فعلا كنا نلعب لعبة منع التنفس، لكن لما أنا بديت أخنقها وشفت أني أنا قادرة أني أنهي حياة غزالة استمريت في الضغط على رقبتها، وبديت أتذكر معاناتي وحرماني وأن هذه البنت الكل يحبها وأنا محرومة من أشياء كثيرة هي تملكها، فاستمريت أخنق فيها لدرجة أني وجدت حبل لستارة بجانبي فلفيت كذلك على رقبتها علشان أضمن أنها تموت، بالإضافة إلى أني جبت الوسادة وحطيتها على وجه غزالة وبديت أضرب وجه غزالة من فوق الوسادة. يخرب بيتك يا شموسة، كل هذا يطلع منك يا العمر 13 سنة؟ لا تستهينون، خليك حذر من صغير قبل الكبير. ياما جرائم على فكرة، ياما جرائم ارتكبوها صغار السن لسوء التربية، فلا تأمن أنت يعني خليك حريص. أنا ما أقول لك خون، يقول لك لا يعني حرص ولا تخون، دائما خليك منتبه. عيالك ما يروحوا مع الشخص، الشخص إذا كان تربيته سيئة، الشخص إذا كان ما في عليه رقابة أسرية من أم وأب وكذا، لا تخلي عيالك موجودين عنده. إذا هو موجود عندك أنت اللي تكون الرقيب عليه، ولا يعتبر مصدر خطر لك ولعيالك. مالكم بالطويلة يوم عرفوا هالقصة وشلون تم قتل غزالة؟ طبعا أبو غزالة انهار، حتى كان يطالب بالقصاص ويطالب بأخذ الثار وما أدري شنو. لكن شو سووا له؟ البنت عمرها 13 سنة، أمر القاضي
بأن تخضع البنت للعلاج النفسي وإيداعها في مؤسسة اللي هم يسمونها رعاية القصر والأحداث هذه اللي للصغار إلى أن تبلغ من العمر تستكمل بقية العقوبة. القصة الثانية أحصلت في الجزائر عام 2008 في بلدة برج البحري، لكن هالقصة هذه غريبة جدا. التلفزيون الجزائري مرة عمل برنامج محاربة الجريمة على أرض الواقع، يعني كانوا مشتركين مع الشرطة القضائية أن يرافقون رجال الأمن أثناء عملية المداهمة، مداهمة أوكار الرذيلة، مداهمة المتعاطين، تجار المخدرات وغيره. المهم وهم يصورون ويتم القاء القبض على شاب اسمه مهدي، هذا متعاطي ماكل حبوب للهلوسة وكذا ومو بوعية، والتلفزيون الجزائري يصور. انشروا الحلقة وتم ضبط بعض المتهمين وكذا، يعني رسالة توعوية للمجتمع ان هذول شلون قاعدين يفقدون عقلهم من التعاطي ومن هالكلام هذا. لكن طاقم البرنامج لما نشر الحلقة ما انتبه على كلام أحد المتهمين اسمه مهدي، هذا اللي متعاطي حبوب هلوسة وكان يخربط بالكلام ويتكلم كلام، لكن يدروا ان هذا مو بوعي يعني، فقال كلام ونشر على التلفزيون الجزائري وهو يقول انا عارف ان انتم القيتم القبض علي لان والدتي هي اللي بلغت عني، لذلك انا راح اكشف جريمة قتل والدي على يد والدتي وعشيقها قاتلينا قبل 14 سنة. طبعا هم قالوا هذا يخربط، اذرف زين اذرف، قطعوا في النظارة لكن الناس ما سكتت، وإدارات التحقيق بدأوا يتكلمون. هذا اللي نشر في التلفزيون الجزائري الرسمي لكلمات نطق فيها شخص بحالة تعاطي، هل كلامه صحيح ولا مجرد هلوسة من أثر المخدرات؟ قالوا يبا شو اسمه هذا؟ قالوا اسمه مهدي رشيد فلان الفلان. يوم شيكوا عليه ولا فعلا أبوه مسجل إنه مفقود قبل 14 سنة. قالوا والله كلامه يعني شوي في صحة، ان والده مفقود قبل 14 سنة. على طول استدعوا والدته، سألوها تعالي يبا وين زوجك رشيد؟ قالت مختفي وكذا، شلون ظروف اختفائه؟ قالت والله ما ادري، فجأة تركني انا والعيال وهرب. قالوا لا ماشي، خذوا اقوالها وافرجوا عنها. بدت التحريات يسألون عن وضع هالزوجة هذه أو زوجة الفقيد رشيد اسمها حدة. التحريات توصلوا إلى أن حدة متزوجة واحد بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات ومتزوجتها عرفي، بالإضافة إلى أن رشيد قبل لا ينفقد أصلاً كان ضرير. قالوا جيبوا الولد اللي هو مهدي المتهم اللي متعاطي الهلوسة اللي فجر القضية. بعد يومين ثلاثة شافوه صح صح، قالوا له تعال الحين انت صاحي؟ قال إيه نعم صاحي. قالوا له شنو قصة أمك قاتلة أبوك؟ قال ها؟
قالوا لي نعم انت كنت بحاله غير طبيعيه وقمت تخربط وبطيت الجربه. فهمنا الحين وخلصنا الموضوع خلاص يعني شربت مروقها. قال لي يبا انا عارف ان كل هذا تدبير من والدتي ان تبيكم تلقون القبض علي لانها ما تعطيني فلوس علشان اتعاطى وكذا، وانا صراحه يعني كنت يعني مع التعاطي وقلت لك اي تكلم قول لنا شو السالفه. قال انا اللي اتذكره لما كنت صغير في العمر شفت والدتي ومعاها عشيقها اللي الان متزوجته. قالوا حلو شو السالفه؟ قال شفتهم وهم مربطين ابوي رشيد، وكان ابوي اصلا ما يشوف ضرير، وقامت والدتي مع عشيقها وخنقوه الى ان مات، وبعدين اخفوا الجثه. وين اخفوها؟ قال ما ادري، بس انا كذا مره اضغط على والدتي واقول لها قولي لي وين وديت الجثه لا تخليني اتكلم. وانا بصراحه يعني هالموضوع هذا اثر فيني وانا صغير لين كبرت وبديت اتعاطى احاول اني انسى الموقف اللي صار مع والدي، وانا في صراع داخلي ماني عارف ابلغ عن والدتي كذلك وادمر الدنيا ولا شو اسوي. والدتي اصلا عندها عشيق وهذا العشيق انا كل يوم اشوفه وهو اللي قتل ابوي، وانا صراحه ادمنت بسبه هالموضوع هذا. قالوا له زين الجثه وين؟ قال ما ادري. اخذوا اذن من النيابه وراحوا البيت حده معهم كلاب بوليسية، وبدوا يفحصون البيت يدورون يمكن معنى الموضوع قبل 14 سنة، لكن في البيت الجثة 14 سنة الموضوع شوي غريب. يدورون ماكو فايدة. ارجعوا طبعا ألقوا القبض على حدة مرة ثانية، قالوا لها يا حدة من متى وانت تعرفين زوجك هذا الزوج العرفي؟ قالت تعرفت عليه من بعد اختفاء زوجي بثلاث سنوات وتزوجنا عرفي. قالوا لها حدة انت نفس البيت هذا اللي كنتوا ساكنين ايام ما كان زوجك موجود؟ قالت اي نعم، البيت هذا اصلا احنا ساكنين فيه اكثر من 25 سنة. حدة الجثة موجودة في البيت ولا لا؟ قالت جثة منو؟ هذا ولدي هذا متعاطي ومدمن يخربط، وأنا لأني دائما أطرده وما أعطيه فلوس وكذا علشان كذي هو يحاول يورطني. الحين صدق منو؟ والموضوع أصبح إعلاميا ووصل إلى أعلى المستويات في الدولة، يعني هل قصة هذه حقيقية ولا لا؟ زين الولد يؤكد بعد ما صحى يؤكد التفاصيل، خلونا نعرف وين الحقيقة في الموضوع. المهم ويلقون القبض على زوجها العرفي. سألوا أنت من متى تعرف حدة؟ قال أعرفها أول ما توفى زوجها، يعني مو صحيح كلامها بعدها بثلاث سنوات. شكوا في الموضوع اضغطوا عليه، قال يبا أنا كنت عشيقها أيام ما كان زوجها موجود وزوجها ضرير وكان ما يملك من أمره شيء، وأنا كنت أدخل بيتهم وكنت أضربه وإيه كذلك تضرب، وعيالها كانوا صغار وكن فعلا. قالوا حلو، أنت اللي اشتركت معاها في جريمة قتل زوجها؟ طبعا حاول يراوغ في الموضوع ولا وصدقوني وانا مالي شغل وانا مجرد مساعد. قالوا له حلو خليك مجرد مساعد وقول لنا منو اللي قتل. قال يبا بصراحة اللي قتل رشيد هي حدة ومعاها ولد اخوها اللي دفعت له فلوس علشان ينفذون هالجريمة، وانا كان دوري فقط اني اربط رشيد الضرير، ربط ايدين ورجوله وتركتهم في البيت وهم يتصرفون لما جيت، ولا هم خانقينه وقمنا وحفرنا له في فناء البيت
ودفناه، وقامت بعدها حدة وبنت فوقه مرحاض تكرمون. هني رجال الأمن لما قال لهم موقع وجود الجثة فعلا ارجعوا مرة ثانية معاهم الكلاب البوليسية، وبدأ الكلب لين عثر على موقع القبر الموجود. لما حفروا ولا موجودة بقايا من عظام رشيد رحمة الله عليه. مالكم بالطويلة تم إحالة زوج حدة وحدة وكذلك ولد أخوها للمحاكمة، وحكموا عليهم هم الثلاثة بالإعدام، وكذلك تم الحكم على مهدي 5 سنوات للتستر عن جريمة، لأنه كان مبسوط والدته خايفة منه وكان يبتزها وكل شوي تشتري له وكذا ويتعاطى، ما هو متقبل الموضوع، لين الولد فلص على أمه لأنه اعتقد أن والدته هي اللي بلغت عنه، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.